السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى مختاراتنا من الصحف لهذا اليوم. نبدأها من صحيفة الشرق الأوسط حيث كتب عبد الرحمن الراشد مقالا بعنوان: لماذا يفسد الإيرانيون جنيف؟ قال فيه: الهدف كان منع مؤتمر جنيف الثاني من الانعقاد بأي وسيلة ممكنة. وبالتالي منع مشروع بديل لبشار الاسد وابقاء المعارضه السوريه محاصره في اسطنبول خارج الحدود. ولهذا الغرض تآمر الروس والايرانيون ونظام الاسد لافساد المؤتمر بخطوات مختلفه. فالروس مارسوا ضغطا كبيرا للسماح لايران بوفد يشارك في المؤتمر وبالتالي تغيير معادله الحضور لدعم الوفد السوري. ايضا الروس سعوا منذ البدايه الى مؤتمر بشروط مسبقه، وتحديدا رفض مقررات مؤتمر جنيف الماضي الذي تبنى مشروع نظام يجمع بين المعارضه وبعض من نظام الاسد، مع ابعاد الاسد نفسه عن الحكم. واراد الروس مسح المقررات السابقه لانها تتضمن صراحه دعوه لسحب القوات الاجنبيه المقاتله على الارض السوريه. والمعني بها هنا الحرس الثوري الايراني وعصائب الحق العراقيه وميليشيات حزب الله اللبنانيه. والجميع متفقون على ابعاد الجماعات الجهاديه الاجنبيه مثل داعش. بالنسبه لايران وكذلك الاسد، الافضل الا يعقد مؤتمر جنيف او ان يجري تخريبه من الداخل. ما حدث من فوضى امس شارك فيها الامين العام للامم المتحده باكيمون. الذي غرر به الإيرانيون قائلين إنهم قبلوا بمقررات جنيف الأول، وبناءً عليه وجهها إليهم الدعوة التي سببت صدمة للدول وللمعارضة السورية. كل الدول المعنية تعرف أن النظام الإيراني وكذلك السوري لا يعتد بتصريحاته ولا بوعوده الشفهية الآن تطالب الدول إيران بأن ترسل قبولها بمقررات مؤتمر جنيف الأول وتوصياته حتى تصبح دولة مؤهلة لحضور المؤتمر الثاني. كانت أمان النظام السوري وحلفائه أن يمتنع الائتلاف عن الحضور إلى جنيف نتيجة الاختلافات بين أعضائه. وسعى الروس إلى فرض مجاميع تدعي أنها معارضة لنظام الأسد، وهي في الحقيقة معارضة من اختراعه. لكن محاولاتهم باءت بالفشل. ولم يعد ممثلا للشعب السوري سوى المعارضة. الفوضى التي ضربت باطنابها مؤتمر جنيف قبل انعقاده لم تكن مصادفة، بل نتيجة محاولات افشال متعمدة لمنعه من الانعقاد، وبالتالي دفن ما جرى الاتفاق عليه في المؤتمر بابعاد الاسد، وجرى ربطه بالفصل السابع لمجلس الامن، والخيار الثاني ان ينعقد بلا وفد المعارضة ومن دون أي التزام من جانب الثلاثي السوري الإيراني الروسي، ومن دون الاتفاق على اعتماد مقررات جنيف الأول، يكون جنيف الثاني مقبرة لمشروع الانتقال في سوريا، وبالتالي إدامة النظام واستمرار الصراع والدم والمأساه. أما صحيفة المدن فقد نشرت مقالا لنديم قطيش بعنوان إيران العبور من الأوهام، قال فيه: أثرة إيران في حراكها الواضح أنها تمر في مخاض لحظة انتقالية بين عالمين إيرانيين خطواتها مرتبكة كخطوات انتقال أي نظام شبه مغلق هندسة العقوبة الأمريكية والدولية عليها وضعتها بفجاجة أمام حقائق حدود القوة بل أمام أوهام القوة وزير الخارجية الإيراني الذي ينضح براغماتية في سيرته السابقة وحركته الراهنة يخرق جدار الصوت الايديولوجي بتصريحات مفاجئه حول ضعف القدرات الدفاعيه العسكريه الايرانيه يسقط بعباره واحده وكلمات قليله عمارات كامله من الخطب العسكريه ينسحب ما هو عسكري على ما هو نووي قبل ايام نشر الباحث الايراني الامريكي كريم سجادبور تقريرا مهما حول امكانه تخصيب اليورانيوم في ايران إن اليورانيوم الذي تحتاج إيران سنة لتخصيبه يستهلك خمس ساعات في أفضل المنشآت النووية في العالم، سنة مقابل خمس ساعات للكمية نفسها من اليورانيوم المخصب، يعطي هذا مؤشرًا عن السماوات التي تفصل بين التكنولوجيا النووية الإيرانية ونظيراتها في العالم. وفي عبورها الحذر وغير الأكيد هذا، توزع إيران أوراق الاعتماد هنا وهناك. يقابلها عالم أقل عقائدية وكثير من الارتجال والتجريب. يتراجع حزب الله في بيروت عن ثوابت حكومية حددها أمينه العام علنا. يسبق ذلك اعتذار قناة المنار عن تغطية البحرين. يسبق ذلك تغطية إيرانية ضمنية لقرار نظام الأسد تسليم ترسانته الكيماوية. ثم يلي ذلك وعد بالإيجابية في سوريا كشرط مسبق لضمان دعوتها إلى مؤتمر جنيف. وتأتي الدعوة مشوبة بالكثير من الاحتجاج عليها سوريا ودوليا. الكلمة السحرية في حراك إيران تدوير الزوايا. تدوير الزوايا في بيروت، وتدوير الزوايا في سوريا، والكيماوي، والنووي، وفي التقاط يد الشيطان. لا شيء ثابت في استقراء مآلات هذا التحول لكن الإشارات عليه لا تخطئها عين المراقب الشك واجب وضروري في نوايا نظام الملالي الذي يجيد كل أشكال التقية الأكيد أن إيران أدركت كلفة أوهامها وأدركت أنها في الطريق إليها إنما تؤخرها كثيرا حتى عن أقرب نظرائها دخل الفرد فيها أقل من نصف دخل الفرد التركي وتركيا غير نفطية. إنه العبور المرير من عالم الأوهام إلى عالم الأرقام. مشاهدينا الكرام، كتب إلياس الخوري مقالاً في صحيفة القدس العربي بعنوان: اليرموك، هل تخلت فلسطين عن فلسطين؟ قال فيه: لن أسترسل في وصف المأساة. فالمخيم الشهيد الذي يقع في ضواحي دمشق يتعرض لابشع عمليه اجراميه يمكن ان تخطر في البال لم يكتف القتله بقصفه ودك بيوته وتهجير الاغلبيه الساحقه من سكانه بل شرعوا في تجويعه عبر حصار لا يرحم شيوخ واطفال يموتون جوعا اجساد صارت هياكل عظميه ونداءات استغاثه لا تجد اي صدى حوالي عشرين ألف إنسان هم من تبقى داخل المخيم يواجهون اليوم موتهم قصفا وقتلا وجوعا لا أدري بماذا تشعر البيروقراطية الفلسطينية التي تعيش في فيلات رام الله ولا كيف يسوغ السيد أحمد جبريل لعناصر تنظيمه الفلسطيني المشاركة في الحصار ولا موقف حزب الله وكتائب أبو الفضل العباس الذين ينتشرون في حي السيدة زينب القريب من المخيم لقد أعفت القيادة الفلسطينية في رام الله نفسها من المسؤولية عن شعبها، حتى بدأ وكأن قيادة المنظمة باتت تتصرف وكأن الشعب الفلسطيني هو أهل الضفة الغربية وغزة، أما الشتات فقد أسقط من الحساب نتيجة الوهم بأن التسوية آتية بدولة فلسطينية، وهو وهم قاد إلى وهن شامل. حول المناضلين القدماء الى بيروقراطيين ينتظرون الدول المانحه كي يقبضوا مرتباتهم في اخر كل شهر. هذا التخلي قاد الى ماساه نهر البارد والى هذا البكم السياسي الفلسطيني في لبنان. اما في سوريا فانه يقود الى الكارثه. وانا لا اتكلم هنا عن مخيم اليربوك فقط، بل عن اغلبيه المخيمات في سوريا التي تتعرض للدمار. بحيث امتلات مخيمات لبنان بالوف الفلسطينيين اللاجئين من الجحيم السوري ان التخلي عن فلسطيني الشتات وعن المخيمات هو الخطوه الاولى للتخلي عن فلسطين كلها والذين يعتقدون انهم يستطيعون بالتذاكي والمفاوضات حمايه ديمومه سلطتهم تحت الاحتلال واهمون كي لا نقول انهم متواطئون فعلى ماذا يتفاوض المفاوضون على الارض التي نخرتها المستوطنات؟ ام على القدس التي يجري تهويدها؟ هل يتفاوضون؟ ام يسعون فقط للحفاظ على بقائهم في سلطه لا سلطه لها؟ ام انهم مجرد وجه اخر لهزيمه معلنه تتذاكى على العجز بمزيد من العجز؟ اما انا ان تكون فلسطين بشعبها كله او لن تكون؟ يعلن اليرموك انه صار اسما اخر لفلسطين. فلماذا يجد اليرموك نفسه وحيدا؟ هل تخلت فلسطين عن فلسطين؟ بالانتقال إلى صحيفة يني شفق التي نشرت مقالة للكاتب إبراهيم قراغول بعنوان القاعدة والكيان الموازي مرجعية واحدة قال فيه تحولت الحدود السورية التركية هذه المرة إلى منطقة مزروعة بالألغام فعلياً وتحولت الى اكثر المناطق في العالم حساسيه وتوترا واستعدادا للانفجار حيث تجمع فيها كل المناهضين لتركيا ليس فقط نظام دمشق بل القاعده وتنظيم الدوله الاسلاميه في العراق والشام والقوى او الاوساط الدوليه التي تتدخل في المنطقه وبالطبع الكيان الموازي داخل تركيا وجميعهم يوجهون اسلحتهم باتجاه تركيا اي تحالف هذا الذي جمع هؤلاء العازمين على ضرب الحكومه والدوله والوطن برمته يستهدفون السياسه الخارجيه يفشون الاسرار الاكثر حرمه لصالح بعض الدوائر يسعون لخلق فتنه بين المؤسسات يعلنون الحرب على كل ما يقع تحت عنوان تركيا انه تحالف خطير جدا يهدف لتركيع تركيا اللعبه جاهزه والوكالات موزعه وكل يلعب دوره المرسوم من مكانه. بدأنا نفهم مؤخراً أي تصور دولي وراء توجه التنظيمات المرتبطة بالقاعدة إلى هذه المنطقة. وبقدر دور الوكلاء والعملاء في هذه اللعبة، كذلك هو دور القاعدة. فمن أعد اللعبة أو وكل لها وللشركاء في الداخل مهام مماثلة؟ ما هذا التحالف الذي التأم في تركيا؟ وفي كل أرض تدخل في اهتماماتها. بالأمس أوقفت ثلاثة شاحنات من قبل قوات الدرك التركية إثر الاشتباه بحمولتها على الطريق الواصلة بين ولايتي أضنا وغازي عنتاب جنوبي البلاد، وزعم أنها تحمل أسلحة، لماذا جرى الانتظار حتى دخولها منطقة عمل قوات الدرك على عكس مرة سابقة عندما قامت الشرطة بالمهمة بأوامر من أحد المدعين العامين؟ إذا كانت حمولتها غير قانونية لماذا لم يجد تدخل بهدوء لدى تحميلها في نقطة الانطلاق؟ إلا أن الأمر أبعد من البحث عن الحقيقة الغاية هي إثارة زوبعة والكشف عن عمليات للاستخبارات التركية ومحاولة إظهار تركيا وكأنها ضبطت متلبسة بالتعامل مع القاعدة ولسان حالهم يقول هناك ما تدبره تركيا وعليكم أن تتدخلوا للحلوات دون ذلك نحن اليوم وجهاً لوجه أمام خيانة كبيرة شهدنا مثلها كثيرا على, على مدى مئة أو مئة عاما انظروا كيف أرسلناها إلى مزبلة التاريخ فلنعد النظر مرة أخرى كيف تكون خيانة الوطن مشاهدينا الكرام وبالانتقال إلى موقع هابرلار الإلكتروني الذي نشر مقالا بعنوان الجهاد لصالح الاسد جاء فيه: يلعب الجهاديون الاسلاميون دورا متزايد الاهميه في الحرب السوريه، ومنذ وقت طويل بات وجودهم يؤثر جوهريا على التعامل السياسي مع الازمه، والمستفيد من كل ذلك هو نظام الاسد بالدرجه الاولى. الصور التي نشرت مؤخرا على الانترنت كانت صادمه يشاهد عليها جثث دامية لرجال وقد ذبحوا من العنق، ورغم أنه لم تثبت صحة الصور كما لم يثبت تزويرها، إلا أن الغرض منها قد تحقق، ألا وهو تنبه سكان العالم إلى خطر الرعب الذي تنشره الجماعات الجهادية القادمة من الخارج، والتي تنتشر الآن في سوريا، وخاصة تنظيم الدولة. ومن خلال هذا التنظيم، تفتت خط الجبهة بالنسبة لمعارضي الأسد. وفي غضون الأسبوعين الأخيرين فقط قتل أكثر من ألف شخص في المعارك المندلعة بين مقاتلي المعارضة المسلحة معظم الصور والتقارير المتداولة على الإنترنت نشرت من قبل مدنيين غير مشاركين في القتال على ما يبدو هذه الحرب الإعلامية تصب في المقام الأول في صالح نظام الأسد فمنذ بداية الثورة في سوريا سارع النظام السوري إلى وصف معارضه جميعا بالإرهابيين مصطلح الإرهابيين كان يظهر بشكل يومي على موقع وكالة الأنباء الرسمية سانا وبفضل المتطرفين الأجانب الذين دخلوا البلاد صار يمكن للنظام استخدام ذلك المصطلح دون أن يشك أحد به فالكلمة التي كانت في البداية مجرد دعاية للتنديد بالمعارضين تحولت رويدا رويدا لتمسي واقعا سياسيا يفرك النظام يديه فرحًا، ويراقب كيف تحولت النبوءة التي اخترعها لتمسي بالتدريج واقعًا. كما كتب الموقع السياسي الشهير المتخصص بشؤون الشرق الأوسط، "المونيتور": هذا الواقع جاء لصالح النظام من الناحية السياسية، لتتحول أولويات الدول الغربية إلى مواجهة التهديدات الإرهابية بعد أن كانت جانب المتظاهرين. غيدو شتاينبرغ من معهد الدراسات السياسية والأمنية في برلين يرى أن التطور الحالي يقوي موقف الأسد، لأن الواقع يظهر أن الأمريكيين باتوا فيما يتعلق بسياستهم تجاه سوريا يأخذون الحرب على الإرهاب بعين الاعتبار، وإذا انتقلوا إلى تلك الخطوة فإن الأسد يكون قد أنقذ تماماً. مشاهدينا الكرام نشرت جريده عنب بلدي مقالا بعنوان وبشاره قالت فيه في الوقت الذي تشبع فيه قوات الجيش الباسل المدن الثائره قصفا بالبراميل والصواريخ وتشن حرب تجويع وحصار حتى الموت على جنوب العاصمه وغوطتيها على بعد كيلومترات معدوده من مسجد الحمد في المهاجرين الذي ضم في جنباته جموع المحتفلين بعيد المولد النبوي كان الأسد يستمع إلى خطبة رنانة من وزير أوقافه الذي حول المناسبة الدينية إلى حفل بعثي أطنب فيه وأطال بمدح سيادته معتبرًا إياه المخلص لآلام السوريين المكلومين التي تسببت بها أيادي الثورجيين ممن عاثوا فسادًا في المساجد والكنائس. الوزير السيد شبه سيده بمعتصم الزمان في وقت اقترب فيه موعد الانتخابات الرئاسية وأطربه بأن شعبه اليوم يلتف حوله مجددا ليجدد له البيعة ويصيح مستغيثا وبشاراه فمن يتكلم باسم الدين بايع سيده وهكذا تحل البيعة على الجميع كما يتهيأ له لقد عميت عينا السيد عن الدماء المسفوكة بكافة أنواع الأسلحة في طول البلاد وعرضها ليصف سيده بأنه حاقن الدماء ومعيد البناء متجاهلا كل الدمار والأذى الذي ألحقه بالسوريين ولأن مشيئة سيده تقول أن امتثال للقوانين الدولية ولا إذعان للأصوات التي تلزمه بوقف شلال الدم والخراب أصر السيد في خطبته أن يرسل رسالة للسوريين قبل العالم ألا مشيئة تعلو مشيئة بشاره حتى لو اجتمعت أمام الأرض في جنيف وغيرها فلن يكون إلا ما يريده الشعب السوري ويرضاه فهل يا ترى تشمل كلمة شعب، تشمل كلمة شعب بعرف النظام وأزلامه من فقد بيته ببرميل أم من فقد عائلته بصاروخ؟ أم من نزح عن بيته تحت رصاص الجيش الباسل؟ وبالانتقال إلى صحيفة عين المدينة التي نشرت مقالا لناصر عنتابي بعنوان إسرائيل مع الثورة أم مع بشار؟ قال فيه يكاد الموقف من اسرائيل يكون هو المساله الوحيده التي يتفق عليها جمهور الثوره مع موالي النظام الاسدي، اذ لطالما عزى الثوار اسباب تاخر النصر على بشار البرميلي الى وقوف اسرائيل الى جانبه، او على الاقل منعها الدول الكبرى من التدخل لصالح الثوره لان حدود الجولان هادئه. وفي نفس الوقت كرر الاسد واتباعه فكره المؤامره التي تقودها اسرائيل وادواتها لاضعاف سوريا. تنطلق وجهة نظر العداء لإسرائيل هاتان من أسس نظرية واحدة وهي أن من مصلحة الدولة العبرية أن تخرب سوريا وتشغلها بالحروب والاقتتال الداخلي مما يستنفذ قدراتها ويمنعها من التفرغ لمقارعتها لكن متى كان لسوريا أو لغيرها من دول الطوق القدرة على منازلة الكيان الغاصب عسكريا أو غير ذلك وخصوصا اذا استعرضنا تاريخ المشاركات السوريه في حروب النكبه والنكسه وتشرين حينما كانت قضيه فلسطين هي القضيه المركزيه للعرب بحسب ادبيات القوميه العربيه المهزومه في كل تلك الحروب فعلى خط متصل تشير ادبيات الهزيمه العربيه دائما الى وجود مؤامره ما شارك فيها العملاء ادت الى الهزيمه فهل بقاء النظام ام زواله هو السيناريو المفضل لإسرائيل مصالح ووجهة نظر فيما يجري كسائر الدول البعيدة والقريبة التي تلعب وتتدخل في الشأن السوري مع فارق أنها تقبع على حدود سوريا وأيضا لأن الأخيرة ما زالت دولة عدوة لم توقع اتفاقية سلام كما فعلت مصر والأردن وما زالت تدعم منظمات تعدها إسرائيل إرهابية مثل ما يعد الثوار الآن يعد الثوار الان حزب الله حزبا ارهابيا ومجرما، لكن في نفس الوقت لم تقم الدولة المحتلة بأي نشاطات مباشرة لترجيح كفة طرف على حساب طرف آخر، فلم تساهم بتمويل او بدعم الثورة بالطبع، ولا بتقديم أي نوع من الدعم يمد في عمر النظام، كما تفعل روسيا وايران او حتى الصين. وبناء على ما سبق يعرف الاسرائيليون جيدا ان لا وجود لخطر واقعي يهددهم من حدودهم الشماليه لا الان ولا في المستقبل وبضع قذائف هاون بين الحين والاخر ليست مشكله عصيه على الحل في حال تعقدت الامور كما انهم يدركون ان النظام الاسدي زائل لا محاله بعد ان استخدم اسلحته الكيماويه العفنه ضد شعبه والتي لم تكن لتطير حتى تسقطها انظمه الدفاع الحديثه في حال تجرأ النظام على فعل ذلك ضدهم. الى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافه لهذا اليوم شكرا لحسن متابعتكم دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.